من هو الأكثر وفاء من الفنانين الذين تعاملت معهم أستاذ بشار إسماعيل؟ الكلب. الكلب هو أكثر وفاء من كل الكائنات الحية، ولا أعترف إلا على وفاء الكلب. ولا ممثل طلع وفي معي، ولا ممثل. لا ممثل ولا مخرج ولا منتج كان وفياً، والكلب هو الأكثر وفاءً. أثارت تصريحات الممثل السوري بشار إسماعيل عقب ظهوره في إحدى البرامج دهشة وصدمة لكل من حوله، حين انتقد الفن في سوريا والفنانات والمنتجين بشكل اعتبره البعض غير لائق. ماذا قال بشار؟ ولماذا تعرض للهجوم؟ سأحكي لكم في الملخص. في لقاء غريب ومثير للدهشة للممثل السوري بشار إسماعيل، هاجم بشدة الممثلين السوريين والوسط الفنية، واعتبر نفسه يتحدث عن فضح كذب ونفاق العاملين في الوسط الفني والطريقة التي يتبعها بعض الممثلين والممثلات في سوريا للوصول إلى النجومية. وكان إسماعيل خلال مقابلة في برنامج السؤال الصعب الذي يعرض على شاشة سكاي نيوز قد أشار إلى أن النفاق يسمح للشخص بأن يصبح فناناً كبيراً، وأن هناك من ينافق من أجل أن يرضى عنه المنتج، وقال إن ذلك هو سبب حرمانه لمدة 15 عاماً من المشاركة في الأعمال الفنية إلا ما قد ندر، وتحدث عن أن النفاق يعتبر أحد الأسباب التي تسمح للشخص بأن يصبح أحد الفنانين الكبار، منوهاً أن هناك العديد من الفنانين ينافقون من أجل أن يرضى عنهم المنتج ويمنحهم أدواراً في الأعمال الفنية. ولم يكتفي بذلك، بل إنه ذكر أسماء تعامل معها وكانت من أسوأ الشخصيات على حد قوله، سواء مخرجين أو ممثلين، وقال إنه لن يتعامل معهم مرة أخرى. منهم أحد المنتجين السوريين الذي ذكره بالاسم، وقال عنه إنه أسوأ شخصية تعامل معها في الوسط الفني، رافضاً الكشف عن السبب الذي دفعه لهذا الكلام. وفضح الفنان السوري المسطورة حول الطريقة التي تصل بها الفنانات السوريات إلى النجومية، مشيراً إلى أن أي فنانة يكفي أن يكون لديها إمكانات بارزة لتكون نجمة، وحينها لا تبقى وسيلة إعلام إلا وتكرمها، في إشارة منه إلى تقديم تنازلات واستخدام بعض الفنانات حسب قوله لتصرفات لا أخلاقية ليكسبن ود المنتجين من أجل منحهم أدوار. وأصاب إسماعيل مقدمة البرنامج بالصدمة عندما أجابها عن سؤالها من هو الأكثر وفاء من الممثلين الذين تعاملت معهم، ليؤكد أن الكلب هو الأكثر وفاء ولا يعترف إلا بوفاء الكلب، مضيفاً لا ممثلة ولا مخرجة ولا منتجة كان وفياً معه. ويعد بشار إسماعيل من أبرز الممثلين الذين ناصروا بلده ورفضوا الخروج منه منذ بدء الأزمة السورية، وهو معروف بآرائه اللاذعة وبأنه من الموالين للنظام، وأوضح أن هناك تدخلات سياسية لفرض ممثلين أو ممثلات في بعض الأعمال، وأن نصف النجوم السوريين وصلوا لهذه النجومية عن طريق التدخلات السياسية، لافتاً إلى أن الممثل يعمل في التمثيل لعشرات السنين ولا أحد يلتفت إليه، بينما تظهر فتاة في مسلسل واحد ولكن لديها إمكانات فلا تبقى وسيلة إعلام إلا وتكرمها.